بعد فترة وجيزة قد تختفي من العاصمة مشاهد العربات ثلاثية العجلات. تعميم جديد صادر عن الجهات المعنية يلزم المركبات المذكورة بترقيمها ودفع رسوم أوراق السيارات العادية. قرار وإن لم يرفضه ملاك التيك توك شكل مفاجأة لهم، مطالبين بمهلة أطول تسمح لهم بالمحافظة على مصدر رزقهم، خصوصا مع بطء الإجراءات الإدارية كما يقولون. قرر اليوم يجي الصبح عدلوا ذا والله تنحكم كاملين، يلا تقعد عندك فهمت يا مهلة، فهمت ها تقبض يا قلت تعدل سواقتك إجراءاتك، هون ما في شيء يقد يعدل ببساطة. بارك نختير الدولة تم أي قرار مهما كان الصقر يسوي يخصنا نحن كشباب ذم اللي مجال عملنا، لأن لا تقول دائما عاطتنا في مهلة. الخطوة الجديدة ليست الوحيدة التي تؤرق أصحاب مركبات ثلاثية العجلات، فرخصة السياقة والتأمين يعتبرون إلزامهم بها أمرا تعسفيا، فهي بحسبهم ليست ملزمة على العاملين في وسائل النقل الأخرى. يتكلمون عن قضية بريما ترانسبور، إيما يلا يتكلموا أنا وحدنا فيها، يلا يتكلموا مع جميع هلوتات، تاكسيات يدلوا تاكسي وهم كاملين إن شاء الله يقرأوا خارجين هم يرواها طرحوا لا نحن التوك توك. الإجراء يؤكد وزير التجهيز والنقل بأنه جزء من استراتيجية شاملة لتنظيم النقل الحضري في العاصمة نواكشوط. وفيما يخص هذه السيارات اللي ينقال لهم توك توك العجلات مثل هذا لابد كان يتم تنظيمهم، لأنهم يجوهون مستوردين كقطع قيار وحد أنهم يعدل لهم الذين قالوا له مونتاج هنا تياها، وبالتالي عدلنا ذاك الإعلان من أجل بداية في تنظيم القطاع، ومن أجل يعود عدنا آليات النقل متكاملة من باصات من توكتوكات من اللي نقول له تاكسي تودروا يعود متكامل باش تخلق انسيابية الحركة على مستوى نواكشوط، ومشروع مهم إن شاء الله يدور تشوفوا نتائجه في القريب العاجل. وكانت وزارة التجهيز والنقل دعت الاثنين الماضي ملاك المركبات ثلاثية العجلات المستخدمة في النقل الحضري إلى ترقيم مركباتهم، مؤكدة أنها ستوقف تلك التي لا تمتلك الوثائق اللازمة لمزاولة مهنة النقل العمومي للأشخاص في حملة تفتيش ستطلقها بعد أسبوعين.